حياكم الله مشاهدين الكرام، ولقاء أسبوعي آخر جديد من برنامجكم، ويبقى المسرح الذي نقدم من خلاله نبض المسرح، أقدم وأعرق الفنون التي عرفتها الإنسانية. الناس تحتشد بالآلاف خارج القصر، والطعام لا يكفي لتلك الأعداد من الناس، فمن أين تأكل الجيوش؟ أيها الرب العظيم، أنا لدي خبرة في البناء، سأبني لك صرحا عظيما تبلغ به أسباب السماء. أما الناس فيستطيعون أن يعملوا في البناء ويؤجروا على ذلك فتخف المجاعة. صحيح صحيح، فكرة صائبة فكرة صائبة. مشهدنا المسرحي الإماراتي يزخر بالعديد من المواهب المسرحية الشابة التي أثبت بصماتها الإبداعية في مختلف المجالات المسرحية. بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحظى مشهدنا المسرحي الإماراتي بتعددية وتنوع مهرجاناتنا المسرحية، والتي تعد رافداً رئيساً لاكتشاف الجنسين. ومن أبرز تلك المواهب الممثلة أسيل زين العابدين، التي أثبتت حضورها المتميز منذ انطلاقتها الأولى في مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، والذي يعد من أهم وأعرق تظاهراتنا المسرحية المحلية. وأنتم هلستم خائفون؟ أجل، المسرح بالنسبة لي هو مكان أستطيع أن أكون فيه ما أريد، هو مكان أستطيع أن أعبر فيه عن نفسي وعن مشاعري وعن الأفكار اللي بتراودني، لكن ما في يعني مكان معين في الحياة بقدر إني أشارك الأفكار دي فيها. ففي المسرح بنقدر إنه نحن نتكلم عن ما يراودنا وما يشغل بالنا، وفي نفس الوقت المسرح هو المكان اللي أنا بلتقي فيه زملاء عندهم نفس الأفكار، عندهم نفس الأحاسيس، وطبعاً كلنا يجمعنا حب المسرح، فدي الحاجة اللي بتربطنا ببعض. مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي هو كانت فرصة لي إنه أنا أقدر أمثل أمام جمهور كبير، وأقدر أنا أطلع على يعني نصوص مسرحية كثيرة، وألتقي بخبيرين مسرحيين كانوا بيرسلوا لنا مشرفين مسرحيين مختصين لكل مجموعة مدارس في مشرف مسرحي، وأنا من حسن حظي أنه أنا كنت أنتقل من المدارس، دخلت للمهرجانات بالتمثيل، ومن ثم عن طريق التمثيل كنت بخرج عن النص، كنت بقعد بفكر طيب ماذا لو الشخصية اتبعت يعني عملت الحاجة الفلانية، أو كانت الشخصية بالشكل الفلاني، ومن هذه النقطة أنا بديت إنه أكتب مسرحيات، وأكتب يعني بداية هو أصلاً أكتب حوارات الخاصة كنت أضيفها من عندي في المسرح المدرسي، يعني يعطى لنا الفرصة إنه نحن نختلق حوارات من عندنا، ما في حدود، ما في التزم بالنص. أول مرة مثلت في مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي كنت في الصف السادس، كانت مسرحية مريم والنسر الذهبي، كنت شخصية مريم، كانت طبعا نظرتي للتمثيل وللمسرحية وللمسرح إنه هو حاجة ممتعة، حاجة أنا بقدر فيها يعني أتكلم بشخصيات، يعني في المدرسة نحن نتكلم برسمية وكذا، لكن في المسرح بتكلم بشخصية مريم طبعاً. وبعدين انتقلت لمسرحيات أكثر تعقيداً. بعد ذاك انتقلنا من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي إلى مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. هنا بدأت المسرحيات تصبح أكثر تعقيداً، وبدأ طريقة التمثيل وأساليب التمثيل وكل حاجة يعني صارت
يعني ليس أكثر تعقيداً بصورة يعني سيئة، لكن أكثر تعقيداً بصورة جدية أكثر. أسيل زين العابدين مبدعة مسرحية عشقت الفن المسرحي، فبالرغم من حداثة تجربتها المسرحية إلا أنها تسعى جاهدة للاختلاف والتفرد من منطلق إيمانها بالرسالة السامية للفن المسرحي. خطو 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 من؟ هو حي بنا، هو مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي أضاف لي يعني عرفني على جوانب إنسانية مختلفة لشخصيتي، عرفني يعني نحن أيضا في مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي بنعرض قضايا يعني ناس يعني في أوضاع إنسانية صعبة، فخلاني أشعر ب يعني ألتمس كيف كانوا بيحسوا لما هم كانوا بيمروا بالظروف المعينة دي، فخلى يعني خلى عندي نقطة الإحساس بالعطف والإحساس بالتعاطف مع الناس اللي في يعني ظروف إنسانية أقل حظا بالنسبة لي يعني. وطبعا برضو خلانا نتعرف على أصوات مختلفة، لأنه نحن بنأدي شخصيات مختلفة فعندها أصوات مختلفة، والأصوات المختلفة دي تعود لناس عندهم تفكير مختلف، فكنا يعني نحن كنا بنتعرف على جوانب مختلفة لشخصيتنا، بنتعرف على جوانب مختلفة لشخصيات الناس الأخرى وكيف كانوا بيحسوا وكيف كانوا بيفكروا. الحاجة دي بتخلي الشخص يعني مداركه تتوسع. من بعد تخرجنا من المدرسة ومن مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي طبعا جهزنا لمرحلة أكبر ومرحلة أكثر تعقيدا وأكثر جدية، وهي مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. في المهرجان ده نحن بنمثل مسرحيات عالمية لكتاب عالميين، بعض النصوص هي قصص حقيقية، يعني الموضوع ده كان يعني أكثر حساسية وأكثر جدية، وطبعا حتى المختصين كانوا مختصين يعني كانوا مساعدين جدا في الموضوع، والفرق كانت ناس يعني أرواح أعمار تتراوح، ما زي في المدرسة كلنا نفس الأعمار تقريبا، لكن في مهرجان كلباء أعمار مختلفة. فمهرجان كلباء كانت فرصة إنه الإنسان يقدر يتعرف على المسرح بشكل كإنسان بالغ يعني، وليس كطفل، كشخص ينظر للمسرح إنه حقيقة هو عنده تأثير على المجتمع وعنده تغيير على المجتمع. وكف عن الكلام تقريبا، لقد قال أيضا إن البحر يفزع. يبدو أنه يضطرب بلا سبب. من أكثر الحاجات اللي أنا بحبها في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة هو الورش التي ترافق المهرجان، تسبق المهرجان في الحقيقة، زي ورشة التمثيل، ورشة الإخراج، ورشة السينوغرافيا، وكان الورش يعني يتم تدريسها من قبل مختصين من جميع أنحاء الوطن العربي، مختصين نحن كنا بنشوفهم بس على شاشة التلفاز، ولكن أعطيت لنا الفرصة إنه نحن نلتقي بهم وإن هم يعلمونا، فدي كانت من يعني أكثر الحاجات المفضلة لي في مهرجان كلباء. مع جائحة كورونا للأسف يعني أخذت مننا الجائحة المسرح والمهرجانات، ونتمنى أن تعود الأمور كما كانت ونعود للمسرح ونعود للتمثيل. فأنا أتمنى أن أشارك في مهرجانات عدة وأكتشف مهرجانات عدة، أنا يعني في الواقع أظن أنني لسه ما مكتشفة جميع المهرجانات والفرص المتاحة في الشارقة، فأتمنى أن تعود الأمور كما كانت ونتخلص من كورونا ونتخلص من الجائحة، وأستطيع أن أحقق طموحي في المسرح وألتقي بأشخاص عدة في المسرح. فأنا أطمح أن أكون ممثلة كبيرة في المسرح، وأن أكون سبب لجعل المسرح يعني
مكان يتوافد إليه عديد من الزوار وعديد من المشاهدين، وأكون أيضاً ممثلة مخرجة في المسرح ومؤلفة مسرحيات، ولدي يعني مشوار مهني أنا أتمنى أن أحققه. في الشارقة قلب المسرح النابض، الشغف والاشتغال والتعلم سمات مشتركة لكل موهبة صادقة بفضل البيئة المسرحية الخصبة الحاضنة لكل مبدع. بأجواء من البهجة والفرحة المسرحي. تعامل كما تحب أن تعامل، قابل السعادة في المقابل، هذه هي الحياة، بذرة خير اجتاحها، بسم الطموح جسمها، حلمك يكبر ويكبر ويكبر وأحلامك تتحقق. دوري في المسرحية هو أنا بنت طالبة جديدة وعندي دفتر وعندي أحلام وعندي وايد خيال، خيالي واسع ونفس ما قلت شي، وبعدين أدخل المدرسة ويكون في كتاب وقاعدين يدورون المفتاح ماله، واطلع انا المفتاح وانا انقذهم ونعدل كل شيء ونعدل المستقبل نفس ما قلت. بروفتنا كانت كنا اسبوع وقدرنا نعدل كل شيء ونحفظ كل شيء لان كلنا على قلب واحد، وي كونكتد وذ الجمهور عن طريق الاغاني وعن طريق لما نسالهم اسئله ويسولفون ويردون علينا وشي، لان كانت لايف المسرحيه. اول شيء راح ابدا بدوري، دوري راح يكون ان شاء الله ان الطالب اللي وايد يحب اللغه العربيه ومتخصص، حلم انه يكون متخصص في اللغه العربيه، وطالب ومعاه زملائه والابله تحاول تكبرهم وتحاول تقول ان ابي واحد منهم يكون مفتاح حق القصر، وبس والله هذا دوري. تدور الاحداث حول قصه الفتاه وديمه التي تسعى لتحقيق أحلامها بمشاركاتها في المسابقات الثقافية لتحظى بالفوز وبكتب تثري مكتبتها، إلى أن يأتي يوم تجد فيه كتاباً يدخلها إلى عالم مليء بالمعرفة والخيال، مما يجعلها تكتشف من خلاله الكثير من الحلول والتجارب الإيجابية من خلال العديد من المواقف الدرامية. والعرض المسرحي من تأليف محمد المسلم وإخراج عبد الله عباس وبطولة نخبة من النجوم الشباب واليافعين والأطفال من المسرح الكويتي. أكثر شيء حبيته بمسرحيتنا إن نكلم الطفل ونخاطبه ونفهمه ونوصل رسالة وايد حلوة حق الأطفال بشكل سهل علشان هم يفهمونا بعد. ويا شخصيتي اللي هي دور البنت المثقفة وايد تحب اللغة الإنجليزية والمادة اللغة الإنجليزية. من الرسالة أول شيء إن ما نسوي الأشياء الغلط، مثلاً ما يعني لازم تختارون الناس الزينة عشان تعرفون تكونون مع الأشرار أو الزينين أقصد. وهم إن ما نكذب. أنا شخصيتي طبعا أنا وبدر وناصر الطلبة الساقطين المطرودين من أصل المدينة، فإحنا دورنا شرير شوية، فإحنا نيجي المدينة بعد فترة نبي نفرق ونسوي فتنة ونبعدهم عن بعض، وما والله ما نقدر بيني وبينك، بس إن شاء الله بالجزء الثاني بنقدر.
رسائل إيجابية عديدة طرحها العرض المسرحي كتاب الأحلام، مخلداً في ذاكرة كل طفل أن عوالم المعرفة والخيال طرقها ممهدة لتحقيق أعظم الطموحات وأجمل الأحلام. تزخر ذاكرتنا المسرحية بكنوز عروضنا المسرحية الثرية التي تؤرخ لمسيرتنا المسرحية الحافلة. العرض المسرحي البحث عن مجنون لفرقة مسرح خورفكان للفنون من تأليف الكاتب الفلسطيني نبيل الخطيب ومن إخراج الفنان القدير علي الشالوبي، وقد قدم باللغة العربية الفصحى في الدورة الثامنة من أيام الشارقة المسرحية في عام 1998، وهو من بطولة كوكبة من مبدعي المسرح الإماراتي. مسرحية البحث عن المجنون هي هذه المسرحية اللي هي حقيقة قصة وحكاية، وأنا بالنسبة لي أيضا كانت يعني نقلة، منها أن هذه المسرحية أراد مسرح خورفكان للفنون أن يقدمها في أيام الشارقة المسرحية، على اعتبار أن كان اسم مسرح الطليعة فتم تغيير الاسم إلى مسرح خورفكان للفنون، فأراد أن يبدأ بهذا الاسم بمسرحية قوية، وأيضا يختار نص عربي أيضا لكاتب أيضا يكون على الأقل معروف في الساحة أو له دراية. ثانيا أنا بالنسبة لي مسرحية البحث عن المجنون أيضا لما قدمت لي وجدت هذه فرصة أني أشتغل لأول مرة لكاتب عربي وبالذات فلسطيني، وهذه كانت بالنسبة لي أيضا يعني فرحة أني لما عرض علي العمل أني أخذه وأشتغل فيه. العمل كان للكاتب الفلسطيني نبيل الخطيب. نبيل الخطيب طبعا ككاتب مسرحي يعني أنا ما شاهدت لي أي أعمال قدمت لي على الساحة المسرحية سواء في الوطن العربي أو في الإمارات، ولكن هو طبعا أهدانا هذا العمل وأصر على أن نقدم له في أيام الشارقة المسرحية هذا العمل، على اعتبار أنه حاب يعني يكتب اسمه أو يدون اسمه في هذه الأيام. أنا طبعا أخذت العمل وقرأت العمل، وجدت أن العمل عمل طبعا جميل جدا، وعمل فيه طبعا كثير من الامور الكبيره السياسيه يعني، او يتكلم عن الماده السياسيه بشكل او بعمل مسرح التسييس يعني نقدر نسميه. فعلى اعتبار انه العمل ايضا يشمل على اشياء جديده جدا كتطرح في 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 المسرح بشكل عام، يتكلم عن العلماء والناس اللي عندهم فكر متطور، والناس اللي الحقيقة عندهم تجارب في الاختراع، وعندهم تجارب أيضا في إسعاد البشرية، ولكن مهمشين في العالم المهمش ما يستطيعون أن يصلوا إلى العالم المعروف يعني، إلا أنه لابد أن تكون لهم حيلة ولكم تكون لهم، لأنه حتى الأبحاث والعلوم والاختراعات يعني أيضا هناك مجموعة محددة أو معينة هي اللي مسيطرة على هذا الوضع سواء في العالم بشكل عام أو في العالم العربي أو بغيره يعني. أنا وجدت العمل طويل جدا، والعمل فيه تقريبا أكثر من 20 أو أقل من 20 مشهد، ومتعب ويحتاج إلى ممثلين كثار جدا يعني، وهذا طبعا ضرب من الخيال، لأنه مسرح الإمارات يعني كل مسارح الإمارات لا يتكون فيها العنصر الممثل يعني بشكل كبير، يعني احنا نستعين بممثلين من هنا وهنا حتى نكمل الأنفاء. فلذلك ما كان أمامي إلا أني طبعا أشغل خبرتي، وأشغل أيضا من خلال الدورات أو الورش أو المهرجانات اللي حضرتها أنه أعمل ورشة للممثلين اللي عندي والعدد اللي موجود، ومن خلال هذه الورشة ممكن لعل وعسى أن نستفيد منها ونطلع بممثلين يستطيعوا يعني يقوموا لي هذا العمل، أو أنه يأخذ كل ممثل ممكن يأخذ أكثر من شخصية. بالفعل
ورشة عملناها لمدة شهرين، لأنه البروفات كانت بشكل عام مع الورشة تقريبا أكثر من 4 شهور، وهذا أفادني كثير، أفادني تماما أن برزوا عندي ممثلين حقيقة أقل واحد فيهم أخذ له 4 أو 5 شخصيات، وهذا ضرب من الخيال. أنت تشتغل مع ممثلين مبتدئين أو ممثلين أكثرهم يشتغل لأول مرة ويقدم لك أكثر من 4 أو 5 شخصيات في نفس الوقت، وكل شخصية تختلف عن الثانية، وكل شخصية لها أبعادها النفسية وأبعادها الاجتماعية وأبعادها المادية وغيرها، هذا طبعا كان قمة النجاح لي. فأنا اشتغلت المسرحية على هذا الأساس، على أساس التحدي بالممثل، وأيام الشارقة المسرحية تنظر للممثل أكثر من النظرة إلى المكملات الأخرى بالنسبة للديكور وبالنسبة للسينوغرافيا بشكل عام أو غيره. قمتنا المحافظة على مشاريع، هل كلكم خوف ورعب؟ هل كلكم خوف ورعب؟ حاولت أيضا أنه وأنا أشتغل بروفات أني يعني أعمل المونولوج أو إسقاط المونولوج في المشهد هذا لأول مرة، يكون تفسيري للأحداث، على اعتبار أن العمل يحتاج إلى الشغل عليه بشكل أو بآخر حتى نبتعد عن المباشرة، أنه أشتغل عليه فانتزي خيالي، والفانتزي الخيالي يحتاج إلى ممثل بارع ويفهم بسرعة وكذلك يستطيع أن يؤدي. ثم أنه محتاج مني أنا كمخرج أن يكون عندي خيال واسع جدا في تطويع هذه الشخصيات إلى المشاهد العادي ثم المشاهد النخبوي في أيام الشارقة المسرحية. لذلك اشتغلت على هالأساس، على أساس أنه يكون فانتزي تجريبي، أجرب في أيضا بعض الشغلات. ثم هناك نوع من أدخلت في المونولوج أو الأغنية بشكل عام داخل العمل حتى تكون تفسيرية لما استطاع أن يفسر. أيضا تم عرضه في جميع أنحاء الإمارات، وثم ذهبنا فيه إلى سلطنة عمان، وتم عرضه في سلطنة عمان، وكان التوجه أن نروح إلى كل دول الخليج العربي نعرض هذا العمل، ولكن الحقيقة يعني لظروف شخصية والظروف المادية وظروف العمل وغيرها يعني ما استطعنا إلا نذهب إلى سلطنة عمان. هذا العمل لما تجي تقيس بعض الأعمال اللي قدمتها الفرقة على طول مدة من وجودها وإنشائها، يعني هو في زاوية أخرى، يعني كان في زاوية أخرى، وأنا ذلك أحب دائما أكون متميز، يكون عندي نوع من أنه يعني في تصنيف آخر غير عن التصنيف الآخر، لأنه الأعمال السابقة كانت إما تعتمد على التجريد، إما على التجريب، إما على الواقعية، إما على التاريخ، إما على السرد التراثي وغيره، ولكن هذا أتى مخالف. برز عندي من الممثلين الآن اللي موجودين على الساحة المسرحية، وليد الراشد، محمد رشود، أحمد عبد الرزاق النقبي، طبعا عبد الله مطوع، أحمد الحييش، إبراهيم عبد الله، ورياض الله يرحمه، ومحمد الكعبي، وسونيا مصطفى، هذه ممثلة لأول مرة كانت تمثل، اشتغلت عمل واحد فقط مع مسرح الشرق الوطني، وجات اشتغلت معي، والحقيقة كان لها بروز غير طبيعي، اشتغلت أكثر من 8 شخصيات، والممثلة أبدعت تماما، يعني هي العنصر الوحيد بين أكثر من 15 ممثل. أن يكون عربية فقط. لماذا أنت هكذا يا علقمة؟ ما بك تنظر إلي هكذا يا حنظلة؟ خامسا، هناك جائزة مالية قيمة لمن يجد أي مجنونة. كان التحدي الآخر الإضاءة والديكور. الإضاءة كانت مهمة جدا في العمل المسرحي ومطلوبة جدا، والديكور المسرح كان في هذه الأيام لا يملك المادة يعني الكافية لإنتاج ديكور فلسفي، ديكور فانتزي، ديكور يمثل هذا العالم اللي
قاعد في مختبر واللي قاعد يعمل تجارب واللي قاعد، فصعب ديكور يعني محتاج إلى إمكانيات وغير طبيعي. فأنا جاتني فكرة طالما أن أنا أشتغل بالفلسفة وأشتغل بالفانتازيا، فالفانتازيا خيال والخيال يجب أن يكون عندك يعني أنت مكمل. فاستعنت في ديكورات أو بعض أجزاء وقطع من الديكورات اللي قدمها المسرح طيلة تأسيسه، فكان عندي زي نوع ما ترى يعني أنه عدم النكران الأعمال السابقة. يعني يا جماعة ترى المسرح قدم أعمال سابقة هكذا، هاي أعمال أذكر الجمهور في هذه القطع اللي استخدمتها الفرقة في أعمال مسرحية، وكان وهذا كان في حد ذاته يعني يعني ما حد من الكثير من النظارة والناس اللي شافوه يعني ما كان في بالهم يعتقدوا أن هذه الديكورات كلها تم تصنيعها للعمل، ولكن هي لم يكن تصنيعها للعمل، إنما كانت قطع من الديكورات المسرحية من المسرحيات السابقة، وهذا كان حد ذاته نجاح، والحمد لله استطعنا أن ننجح فيه ونحقق ما كنا نصبه إليه، بالرغم أن العمل أخذ فترة طويلة جدا 4 شهور، ولكن جاب ثمار النجاح. هذا ما حقيقة أنا نلته أو حققته من نجاح في مسرحية البحث عن المجنون. إلى هنا نصل معكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا الأسبوعية من برنامجكم ويبقى المسرح. دمتم في أمان الله. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.